امتدادا لسلسلة الفعاليات الناجحة التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، افتتحت مسابقة رواد التحول في دورتها السابعة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بهدف دعم الأفكار الجديدة وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال. البنك هو مؤسسة مالية تنموية وانشئ عام 1975. جمهورية مصر العربية عضو مؤسس في هذا البنك منذ إنشاؤه. البنك بيقدم منظومة متكاملة، قد تكون في الدولة موجود جزء أو عناصر من هذه المنظومة، لكن الانطباع من الشباب كان كبير جدا ورائع. وأنا أؤكد أيضا مرة أخرى التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الشباب، لأنه كما ذكرت هو الوقود الذي يحرك هذه الابتكارات، والابتكارات هي المحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، ليس على مستوى الدول فقط، حتى على مستوى الشركات، حتى على مستوى فهذا هو التوجه إن شاء الله. إحنا دولة بتتمتع بوجود 60% من مجتمعها شاب، وبالتالي فكر ريادة الأعمال والعمل الحر والإبداع والابتكار هو المستقبل بتاع أي دولة، ونقدر إن إحنا من خلال معدلات النمو المستدامة النهاردة إن إحنا يبقى في مزيد من معدلات النمو من خلال هذا القطاع، من خلال أفكار الشباب والمشروعات الخاصة بالشباب. 17 فكرة تتنافس من أجل الفوز بدعم البنك الإسلامي للتنمية، حيث اشترط في تلك الأفكار المتنافسة أن تخدم الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. احنا اخترنا 17 شركة بت 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 يعني بتخضع وبت يعني بتشتغل في إطار الأهداف بتاع التنموية بتاعة اليو ان، بس برضو بنبص على الفريق نفسه، فريق الشركة نفسها يكون فريق متكامل، مش بس نفر واحد، تكون فكرة يعني تكون شركة مش فكرة بس، تكون حاجة موجودة على أرض الواقع، بتكون حاجة تكنولوجية أو فيها إطار ابتكار مثلا. بس طبعا أكيد سعادة جدا إن احنا قدرنا نخش مع برنامج زي دوت ونخش في التصفيات النهائية اللي هي موجودة في أفريقيا على الجائزة الكبرى إن شاء الله. يعني الشركة بتاعتنا أصلا خريجة من مبادرة فكرتك شركتك اللي هي بدأت السنة اللي فاتت، ودخلنا مسرعة الأعمال اللي هي فلك، وحاليا الحمد لله خدنا الجائزة دي من البنك الإسلامي الدولي. فده بيؤكد الدعم بتاع الشباب، وأن أي حد عنده فكرة ومؤمن بها يقدر يوصل لنتيجة كويسة. الشباب هم الثروة الحقيقية للبلاد، ومن هنا تأتي أهمية دعم البنك الإسلامي للتنمية لرواد الأعمال في تحويل الأفكار المبتكرة لمشروعات على أرض الواقع تسهم في خلق فرص العمل وتعزز الجهود في تنمية المجتمعات. علي عامر، MBC مصر.